احبائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحلقه طبعا 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 جديده ومفيده من برنامجكم وبرنامج المفضل برنامج الفار. اهلا وسهلا بكم في برنامج الفار مع احمد نادر على قناه الاهلي اونلاين تي في. النهارده عاملين لكم طبعا حلقه جديده زي ما عودناكم، وحلقه قيمه سمعكم وقام بنتكلم فيها طبعا عن مباراة الأهلي وطنطا في بطولة الدوري العام، واللي طبعا الأهلي حسمها مسبقا ودلوقتي رصيده بقى 79 نقطة بعد الفوز على طنطا بهدف مقابل لا شيء، أحرزها طبعا نسر الأهلي الكبير الكابتن عمرو السليم. شوف بقى شكل المباراة مع بعض كده يا جماعة بدأ ازاي. الأهلي بدأ بتشكيل الكابتن محمد الشناوي في حراسة المرمى، قدامه اتنين مساكين رامي ربيعة وأيمن أشرف، على اليمين محمد هاني وعلى الشمال علي معلول، اتنين ارتكاز في النص عمرو السلية وحمدي فتحي، وقدامهم أحمد الشيخ وجونيور أجاييه وكهربا ومهاجم وحيد مروان محسن. طبعا زي ما قلنا ان الاهلي لعب لعبه، بيحاول ان هو يخلص المباراه بدري، بيحاول يجيب جول بدري. شفنا سرعات من كهربا، شفنا كور متميزه من اجاييه، شفنا تحركات من مروان محسن، وفي نفس الوقت طنطا زي ما قلنا بيلعب للمتعه، هو بيلعب طبعا بطل الدوري والبطل التاريخي الافريقي، فبالتالي يعني هو اللعيبه بتاخد خبره الاحتكاك، وفي نفس الوقت عايزه تقدم جيم لطيف وتعمل يعني لقطه كرويه جميله. المباراة يعني ما كانش فيها لقطات مميزة قوي غير الكرة اللي لعبها طبعا كهربا ثرول مروان محسن ومسكها حارس المرمى، وفي بعض الكور اللي اتلعبت، ولكن اللقطة اللي كانت مميزة جدا في الشوط الأول هي طبعا الكرة اللي اترفعت وعدها جونيور أجاييه وجت لكابتن محمود عبد المنعم كهربا، وطبعا أحرز بيها الهدف الأول للنادي الأهلي واللي تم إلغائه بعد الرجوع للفار، وطبعا هنحللها بعد ما نرجع لفقرة الفار. بدأ الشوط الثاني بلقطة طبعا ما بانتش في التلفزيون، وهي لقطة جميلة جدا ولقطة قيمة وقامة من الكابتن محمد الشناوي، واللي معودنا طبعا على أخلاقه واحترامه بأن هو راح لدكة فريق طنطا وسلم عليهم واحد واحد وسلم على الكابتن رضا عبد العال. كمان عرفنا أن الكابتن كهربا بعد إلغاء الجول بتاعه راح يدعب رضا عبد العال ويلعب معاه كده وراح بايس راسه. حصل كمان لقطة أن أمح طبعا المشجع الشهير بتاع النادي الأهلي قاعد يندع رضا عبد العال بعد إصابة حارس مرمى طنطا، قاعد يقول له غيره غيره، راح رضا عبد العال قال له طبعا نجيب التاني، راح مطلع الحارس التاني وخلاه قاعد يسخن يعني ايه كنوع من المداعبه كده مع طبعا امح. بدأ الشوط الثاني وكان في بعض التغييرات الهجوميه واللي نقلت وغيرت الاداء الهجومي للنادي الاهلي، زي طبعا نزول حسين الشحات وزي نزول اليو بادجي وزي نزول محمد مجدي قفشه، ده طبعا عمل تحركات كبيره جدا. طبعا حسين الشحات احنا مبسوطين بعودته لان هي اضافه كبيره جدا لخط هجوم النادي الاهلي، لعب كام كوره متميزه، ولكن يعني كان حارس مرمى طنطا متصدي للكور دي لحد ما جت كوره كده لمحمد مجدي قفشه وراح لعبها بالعرض لعمرو السلية وراح خد يلا حاططها طبعا على يسار الحارس ليحرز الهدف الاول للنادي الاهلي. تكمل المباراة طبعا ما كانش فيه لقطات كبيرة أو مميزة قوي، وتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء أحرزه طبعا عمرو السلية، وبكده يكون الأهلي بقى 79 نقطة في الدوري اللي هو طبعا حسم مسبقا، ولكن خلاص يعني الأهلي بينافس الأهلي يعني مفيش مرة هنعمل إيه؟ بنكسر أرقامنا اللي إحنا عاملينها، يعني المهم يعني إن الأهلي طبعا عامل أرقام قياسية سواء بوصوله ل 79 نقطة، ودي من أعلى المرات اللي الأهلي وصل فيها يعني في الدوري كنقاط، وكمان الكابتن محمد الشناوي دي كده المباراة رقم 24 كلين شيت، يعني ما دخلش في يعني في مرمى اهداف، وكان صاحب الرقم القياسي هو الكابتن شريف اكرامي برضو اللي كان في الاهلي وكان 23 كلين شيت. بس هو احنا بس عايزين نقول حاجه، احنا لو لغينا ماتش الاوتوبيس خد بالك بتاع الزمالك يبقوا ايه 23 يبقوا تساوي مع اكرامي، لو ما لغيناش الاوتوبيس حسبنا الاوتوبيس معانا يبقوا 24. فانتوا شو بقى عايزين تركبوا الاوتوبيس ولا يعني براحتكم طبعا. اما بالنسبه لفقره الفار واللي بنحلل فيها طبعا اللقطات التحكيميه الحلوه بس شقيه، فطبعا هي كانت حاله واحده اللي تم فيها اللجوء للفار، وهو طبعا الهدف بتاع كابتن محمود عبد المنعم كهربا، واللي تم الغائه يعني بداعي الهاندبول او بداعي لمسه اليد في الشوط الاول من المباراه. طبعا زي ما شفنا ان الكره اترفعت اجاييه عدها عشان كان في وضعيه تسلل، استلمها كهربا هنا يعني استلمها بالجزء ده والكره جت قدامه وراح حاططها طبعا في المرمى، ولكن بعد الرجوع للفار هي طبعا الحكم شاف ان الكره جت هنا مش هنا، فبالتالي هو احتسبها لمسه يد، وانا من وجهه نظري انا شايف ان هي لمسه يد فعلا، وطبعا الحكم كان موفق بان هو احتسبها لمسه يد ولغى الهدف بتاع النادي الاهلي. اما بالنسبه لفقره طبعا البابا الحقيقي فياخدها معانا عمرو السلية. عمرو السلية طبعا يا جماعه بيتطور من مباراه لاخرى، ويعني عودته من الاصابه ما شاء الله هو راجع فت، الراجل راجع مركز وصمام امان موجود في خط وسط النادي الاهلي سواء على المستوى الدفاعي او على المستوى الهجومي، وبنتمنى ان عمرو السلية يكون اضافه كبيره جدا في مباراه الوداد القادمه وفي مباريات الاهلي كلها، وطبعا يا جماعه بندعو كل اللعيبه للاجتهاد ليحصلوا على لقب البابا الحقيقي.
بالنسبه للقب محترم فيحصل عليها مناصفه كابتن رينيه فايلر واداره النادي الاهلي، زي ما شفنا طبعا الموقف المحترم بين الطرفين، وزي ما سمعنا ان كابتن فايلر ماشي فالاداره عرضت عليه بعض الحاجات، ف يعني ما نعرفش طبعا التفاصيل كلها، ولكن ده اللي احنا سمعناه، ولكن في النهايه الموضوع تم بمنتهى الاحترام، راجل محترف جه حضر المباراه والموضوع خلص بكل ادب وكل الاحترام، ولحد اخر لحظه بيعمل تغييراته بيوجه لعيبته، فبالتالي احنا بقى ولا عندنا محكمه اسره ولا عندنا بقى الناس بقى مش عارف بتعمل ايه ولا ده بيسيب ده ولا يتخانقوا عن يعني الكلام ده مش موجود طبعا في النادي الاهلي بمختلف اداراته من بدايه تأسيسه، وطبعا فايلر بنوجه له التحية وبنتمنى له التوفيق في كل مبارياته القادمة إن شاء الله. أما عن لقب السلك العريان فللأسف للأسف للأسف بنمسكه للكابتن مروان محسن. طبعا أنا آسف يا كابتن مروان، ولكن أنت لاعب كبير وأنا من أكتر الناس اللي بتدعمك على يعني المستوى، أن أنا نفسي ترجع لمستواك ونفسي تكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي، ولكن إحنا عايزين نبذل مجهود شوية يا كابتن، عايزين نضغط على كورتنا، عايزين نركز أكتر، لأن أنت لو رجعت لمستواك المعهود هتكون إضافة كبيرة جدا لهجوم النادي الأهلي ولهجوم منتخب مصر. يعني إحنا طبعا الفترة طولت، فبالتالي إحنا عايزين اجتهاد أكتر، عايزين تحركات أكتر. اللي كهربا لعبها لمروان محسن لو كان اتحرك اسرع او كان احسن التصرف فيها كان ممكن الموضوع يعني يسفر عنه هدف، فنتمنى تركيز اكبر من الكابتن مروان محسن اللي هيحصل على لقب البابا الحقيقي ويسيب السلك العريان. دي كانت نهايه حلقتنا من برنامج الفار مع احمد نادر على قناه الاهلي اونلاين تي في. مستنيين طبعا تجاوبوا على سؤال الحلقه، وهو هل شايفين الهدف بتاع كهربا كان هدف فعلا، ولا يعني بعد ما تم الغائه بالرجوع للفار يعني ده كان قرار موفق ولا لا، ولا ايه الحكايه، ولا هو الفار ده بيرازينا وهيوقعنا في بعض يا جماعه وهيخسرنا بعض على المس، ايه الحكايه، ايه الحكايه، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل يعني. ولكن طبعا يعني دي كانت نهايه الحلقه من برنامجكم وبرنامجك المفضل برنامج. سلام عليكم.